السلام عليكم. صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وكالتين بريطانيتين للأمن البحري يوم الاثنين أن صاروخا أصاب سفينة أمريكية جنوب شرق ساحل عدن بعد ساعات من إسقاط عن أمريكيين صاروخ كروز أطلقه الحوثيون من جنوب البحر الأحمر. وأشارت وكالة يوكاي ام تي او التي تديرها القوات البحرية البريطانية إلى أنها تلقت تقارير عن حادث وقع على بعد 95 ميلا بحريا من جنوب شرق عدن، لافتة إلى أن صاروخا أصاب الجهة اليسرى من السفينة. من جهتها أفادت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري والملاحة بأن تقارير أكدت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها من ممر النقل الدولي، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها إلى قناة السويس. وأضافت أن الحادث تسبب في نشوب حريق في مخزن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، معتبرة أنه تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل، وقيم الهجوم بأنه استهدف المصالح الأمريكية ردا على الضربات العسكرية الأمريكية على مواقع العسكرية للجيش اليمني في اليمن. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق من يوم الاثنين إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن وأطلق نحو حامل الطائرات أمريكية في البحر الأحمر، ويأتي ذلك عقب غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتنسيق مع هولندا والبحرين وأستراليا وكندا يوم الجمعة الماضية 12 يناير على قرابة 30 هدفا تابع للجيش اليمني في عدن ومدن يمنية. وتابعت غارات منفردة للولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم السبت على قاعدة أدليمي الجوية. وبينما تضاربت المعلومات بشأن تنفيذ غارة أمريكية جديدة أمس الأحد، قال الجيش اليمني إن عدوانية الولايات المتحدة ضد اليمن لن توقفنا عن دعم غزة ومهاجمة إسرائيل والسفن المتجهة إليها. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.